قوي والنبي بحبها. طب ايه الكومنتات اللي بتجيلكوا على طول على علاقتكم مثلا انتي وفراس؟ يعني ايه دايما بيقولوا مثلا احنا عايزين انتو جولز مثلا عايزين نوصل للعلاقه دي بين الحما والخطيب بنتها؟ بيجي لي كومنتات كده يا كنزي الناس بيعلقوا على علاقتهم بتشبشبوا في الفيديو. معظم فيديوهاتي مع طنط طنط بتشبشب. اذا اليوم عايز اتكلم عن الحما فهم بيقولوا الحما هو بيتكلموا بيقولوا يا عسل يا طنط ايمان عسل اصلا. بالظبط. انا خدت بالي ان هي مغطيه عليكم سنه مش يعني انا الكاميرا نفسي تيجي عليا 5 ثواني بس كل ما اتكلم الاقيها جايبينها كمان على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا طبعا صح واكلك جو شويه. انا واكلك جو عندها هي بتاخد الفيديو تحطه عندها انا البطله اصلا انا ما باخدش حاجه لا ريتش ولا فولورز ولا انا فهمت غلط الحلقه. كومنتات في الشارع الناس بتقول لك بنحبك بنشوفك لدرجه ان انا كنت بخاف يعني انا ما كنتش عايزه اعمله بابليك خالص كنت رافضه. واول فيديو هي عملته لي كان مشهور قوي انا كنت سايباها تصور اللي هو باخدها على قد عقلها وكنت باكل مسقعه كنت مصوري حبس صور بعدين حطيت قلت الله ما ظريف الفيديو قلت له حطيه وقت كام بقى قلت لو جالي هعمله بابليك لو جالي واحد بس كومنت ما عجبنيش او رساله هقفل. لا لقيت حب فظيع فظيع وحتى ولا حد مره من 10,000 رساله يوميا تقريبا ما بتجيليش ولا رساله وحشه تحفه خالص. طب كنزي انا عايز اعرف انت بالكومنتات اللي بتجيلك ايه على عليهم هما الاثنين عليهم كاشخاص منفرده بيحبوهم حب مش طبيعي؟ لا مش قصدي اشخاص منفرده على علاقتهم يعني ما حدش بيعلق بيتطرقوا لعلاقتهم هم ما بيهتموش بيها يعني هم مش مدينها اصلا مش حما خالص الاهتمام بعلاقة انا وكنزي انا حاسس ان كنزي هي الحما دلوقتي انا مؤدبه والله انا يعني انا في ساعات بيبقى في خلاف ببقى شايفه ان كنزي مش غلطانه بس باجي في صف فراس اصلا ده الديفولت بتاعك انا مع فراس اول ده بس مثلا إيه ممكن مره كده اروح اقول له على فكره هي كويسه بقول لك ايه بقى بعد بيكلمها بس دقيقتين والله العظيم صدقي ده غلبان انا حاسس بسنه غيره كده يا كنزي فانت توجهي ايه كلمه للفتيات هل هم يصاحبوا مامتهم على خطيبها ولا ما يعملوش كده؟ بص هي ماما اصلا يعني مش فارق معاها خطيبها ولا هي في كل واحده مش مثلا خدته الواحده هي بتقعد في العربيه بنكلمها تردش علينا يعني لا هي مش مصاحبه حد فينا اصلا. طب انت بتنصح الشباب دايما يصاحبوا حماتهم ولا ده اساسي ده ولا يبقوا نيوترال؟ لا هو مش اي حما بس هو عامه يعني لازم يصاحبوا الحما عشان لو ما صاحبوش الحما الجواز هتبوظ. بالظبط صح مش كده؟ فالحما دي فوق الراس طبعا طبعا دي حقيقه. طب وانت بقى يا طنط عايزك تنصحي البنات ازاي تتصرف مع خطابهم او جوازاتهم المقبلين على الجواز تنصحيهم بايه؟ اول حاجه حسن الاختيار تختار الشخص الطيب المؤدب المحترم لوحدها ولا انت تختاري؟ لا لو هي جابته لي وانا لقيته فيه الحاجات دي يعني لو الامهات زي انا ما ببصش اي حاجه تانية غير الحاجات دي انه ابن ناس تعليمه كويس محترم طيب ما ببصش بقى اقول له شقتك فين ولا انت هتتجوز بنتي امتى حتى ناس بيسالوني هيتجوزوا امتى انتوا مالكم انتوا مالكم بالظبط ما عنديش حته دي بقى قدامك سنه لا لا ما عنديش خالص انا ده واحد عايش مع بنتي العمر كله بالظبط العمر كله انا ممكن يجيب لي قصر ويطلع وحش صح فانا بنصح البنات ان هم فعلا فعلا يدوروا على البني ادم المريح السلس عشان هو باباها كده زي فراس ايوه يعني هو ممكن يتحمل عصبيتك في وقت يتحمل كل حاجه وتبتدي معاه بقى خطوه بخطوه بيشيلها لك على فكره يعني طبعا. البدايه دي بتتشال طبعا جدا لكن بشوف بنات ماديين بطريقه فظيعه دي حقيقه جدا. طب كنزي انت احكي لنا بقى عن علاقتك بحماتك. لا والله عايزين زي الفل هي زي فراس كده عايزين نسمع تفاصيل عنها حسمنا تفاصيل كتير جدا هم عيله مؤدبه زياده عن اللزوم انت كنتش عايزاهم كده والله عايزين بقى مؤدبين زياده عن اللزوم وانا يعني برضو انا عايزين شويه كده سبايسز انا طيبه بس شلق يعني الحنيه بتاعتي بالزيت هم مؤدبين كده وهاديين صمات وانا ما بسمعش نص الكلام ايه ايه انا قاعده والله ما بسمعش صوت بابا لا بجد فعلا هو مامته زيه كده هم دباديب كده وباباه كله وفنانين بيحبوا يرسموا بيحبوا الباليه هم موسيقى الغنى. طب بتعاملك ازاي مثلا بتقابلك ازاي ازاي قولي لي تفاصيل كده منتهى الاحترام تقعد بقى اللي هو تاخدني تحضني كيوت شوفي انا بديك الكاميرا وانت مش بتتكلمي والله يعني كل شويه عماله اجي بقول ايه ما انت عايزني بص ما شاء الله لا قوه الا بالله علاقه مثاليه انا عايز اطلع حلقه سبايسي كده قولي لي حاجه كده في الاسرار تمشي كده واحنا بنضرب في بعض لا والله طب خش على حاجه ثانيه لا لا بجد يا مامتي بتموت فيها